ترى الناس تطالع الأخلاق والروح أكثر من تطالع الوسامة والأناقة، وتتأثر بالروح والأخلاق أكثر. أعطيك الدليل، لو دخل إنسان وسيم ومتأنق على جماعة، لكن دخل عليهم بتكبر وما سلم، رافع أنفه فوق، تتوقع يشوفونه وسيم ويشوفونه أنيق؟ ما أعتقد، راح يشوفونه قبيح وكريه. لو خليتك تشوف صورة واحد جميل وقلت لك هذا الإنسان توه قتل أبوه، يا ترى هل بتشوفه جميل؟ لا، بتشوفه قبيح. إذن الأخلاق والروح هي الذي تطالعها الناس في الإنسان. اهتم بأخلاقك واهتم بروحك، بعدين اهتم بجمالك وأناقتك، وراح تملك قلوب الناس.